أهلا وسهلا بكم أصدقائي إلى هذه الحلقة الجديدة من حلقات الموقع الأول. في هذه الحلقة سوف نتعرف على طريقة الدخول إلى راوتر D-Link وتعديل إعداداته لكي يصبح ريبيتر أو أكسس بوينت أو مكرر شبكة لراوتر قبل المنح. إذا يوجد لدي راوتر، هذا الراوتر عليه خط إنترنت، أريد أن أكرر الشبكة، شبكة الوايرلس أو أبعد شبكة الوايرلس قدر الإمكان أو أجعلها تغطي مساحة أوسع عن طريق وصل راوتر آخر على الراوتر الأول. ما هي الطريقة وما هي الإعدادات التي يجب أن أفعلها؟ الآن سوف نتعرف عليها. إذا بداية أصدقائي سوف أدخل على عنوان الراوتر 192.168.1.1 وبإدخال كلمة اسم المستخدم admin وكلمة المرور admin أقوم بالدخول على إعدادات الراوتر D-Link الذي بين يدي. ملاحظة، موديل الراوتر DSL-2740U وما إلى هنالك من راوترات D-Link تقريبا بنفس الواجهة ونفس واجهة البرمجة. طيب، بعد الدخول إلى واجهة الراوتر سوف أدخل إلى إعداد بسيط وصغير هنا، فتح مركز الشبكة والمشاركة، تغيير إعدادات المحول. في حال وصلت الراوتر عن طريق كابل الشبكة سوف أعملها هنا، في حال وصلي عن طريق الوايرلس سوف أعملها هنا. الآن أنا اتصلت بهذا الراوتر عن طريق الوايرلس، أضغط زر يميني خصائص ومن ثم أضغط ها هنا ضغطتين متتاليتين ومن ثم أضغط Use IP يعني استخدام الاي بيات، أضغط 192.168.1 مثلا على 2012، ثم أضغط ها هنا تكتب الأرقام لوحدها، ثم أضغط ها هنا لا داعي لكتابة الجيتوي ديفولت جيتوي، موافق موافق. طيب الآن ما زلنا داخل الراوتر. بعد تعديل إعدادات الشبكة لدي لرقم آخر غير رقم واحد وغير رقم اثنين، أنا عندي الراوتر الأول رقمه واحد، هذا الراوتر الثاني الذي أنا الآن داخل إعداداتي أريد تحويله إلى أكسس بوينت. بداية أضع كابل شبكة بين الراوترين، هذا الخيار الأول وهو العمل الأول كهاردوير. الآن كسوفتوير، الآن سأدخل إلى السوفتوير. إذا يوجد كابل شبكة بين الراوترين وهذه نقطة مهمة، ولن تتكرر الشبكة ولن تصبح بمجال أبعد ما لم أضع هذا الكابل. أريد أن أصل الشبكة إلى جاري أسفل في الطابق السفلي أو في الطابق العلوي وعنده راوتر، أضع كابل شبكة بين الراوتر عندي والراوتر عنده وبالتالي يحصل هو على الوايرلس إضافية لتغطي منزله بشكل أكبر تماما، أو عندي منزل كبير جدا أضع الراوتر الأول في بداية المنزل والراوتر الثاني في نهاية المنزل وأضع بينهما كابل شبكة، بالتالي يعني أحصل على شبكتي وايرلس يغطيان المنزل بأكمله. الآن أدخل إلى local network ومن ثم بعد الضغط عليها local network أقوم بتغيير هذا الاي بي. إذا نلاحظ أن اي بي الراوتر 192.168.1.1 تماما، أنا عندي الراوتر الأول 1.1 ولا يمكن وضع الاثنين برقم 1.1 لأنهما سيتعارضان مع بعضهما. أضع هذا الراوتر رقمه اثنان. بعد وضع هذا الراوتر في حالة في رقم اثنان أضغط على apply change كما نلاحظ. بعد الضغط على apply change أنتظر قليلا ريثما يتغير الإعدادات هنا ومن ثم طبعا الآن أنا لن أغيرها لأنني لا أريد، لأن الراوتر الذي أنا أتصل به عن طريق الوايرلس وليس أمامي هو الآن لأتصل به عن طريق كابل شبكة لأستطيع تغيير إعداداته بسهولة. بعد أن ضغطت على apply change سوف أعود للدخول على الراوتر عن طريق 192.168.1 ولكن ها هنا سوف نضع 2 سوف نضع الرقم 2. بهذه الطريقة سوف تظهر لنا عبارة admin. أنا لم أقم بتغييرها حاليا. طيب هذه الخطوة الأولى. أما الخطوة الثانية، بالخطوة الثانية أعود إلى local network ومن ثم أنتقل إلى DHCP server وهو الأداة التي تقوم بتوزيع عناوين IP، توزيع للأجهزة التي متصلة مع الإنترنت. في الراوتر الأول هي مفعلة، في الراوتر الثاني يجب أن تكون معطلة. يعني بالنهاية الذي يوزع IPات يجب أن يكون راوتر واحد فقط. أنا أريد أن أصل 10 راوترات تماما على راوتر واحد،
يمكنك وصل 10 راوترات، ولكن الجميع يجب أن تكون الـ DHCP بهم معطلة None، في حالة None تعطي بهذا الشكل تماماً. والراوتر الوحيد الذي يوزع الـ IPات هو الراوتر الرئيسي الذي عليه خط التليفون، ومن ثم أضغط على Apply Change. انتهينا من هذا الموضوع. إلى أين نذهب الآن؟ نذهب إلى Wireless Basic، لأننا نريد شبكة Wireless أخرى في نفس المكان. كما نشاهد نسميها بالاسم الذي نريد، ومن ثم بعد Apply Change يعني تفعيل الإعدادات أو حفظ الإعدادات بعد تسميتها، ننتقل إلى Wireless Security، وداخل Wireless Security يمكننا وضع الباسورد التي نريد، وضع الباسورد التي نريد و Apply Change. بالتالي أصبح لدي شبكتي Wireless عن طريق خط إنترنت واحد، الأساسي على الراوتر الأول والفرعي على الراوتر الثاني. بهذه الطريقة أصدقائي قد قمنا بتفعيل أو جعل راوتر بتحويل راوتر D-Link إلى Access Point أو Repeater عن طريق راوتر آخر، ولا ننسى أهم شيء أنه بين الراوترين كبل شبكة وليس كبل هاتف أو أي شيء آخر، كبل شبكة بين الراوترين وكبل الهاتف فقط على الراوتر الأول الذي رقمه واحد، ولا ننسى ضغط Apply Change في كل صفحة نقوم بالتعديل عليها. شكرا لكم أصدقائي، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة من حلقات الموقع الأول.